تداولت اليوم الجمعة مواقع البيع والشراء بجزائر منتوج شركة أبل الجديد المتمثل في هاتف آيفون 14 برو ماكس بعد أيام قليلة من إطلاقه. وحسب إعلانات البيع والشراء بذات المواقع، فإن سعر هاتف آيفون وصل لما يقارب 41 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية. وكانت شركة أبل قد طرحت في 7 سبتمبر الماضي سلسلة منتجات جديدة متمثلة في هواتف آيفون.